التفاقم يا مرض الكلى والمسالك البولية ومشكل الإنجاب عند الجزائريين، نظمت الجمعية الوطنية لأمراض الكلى والمسالك البولية مؤتمرا دوليا جمع أكثر من 15 جراح من بينهم أجانب مختصين في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات ومع تقديم مشاريع مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للاعتناء بالمرضى بالشكل المناسب. التغطية كانت لهند مرين. احنا المؤتمر 15 لأمراض الكلى، احنا المؤتمر هذا خاص نتكلموا على مرض سرطان الكلى، وثاني موضوع هو ضعف الإنجاب وعدم الإنجاب عند المرضى الجزائريين. هي دائما احنا في اتصال مع الوزارة باش يكون هناك تكافل المرضى هذو، ويكون تكافل لانها تكلف اموال طائله. اون شوازي كونسير دو رين، سرطان الكلى اللي راه منتشر كثير، ومنه جبنا اجانب دي شيروجيا اورولوج من 15 بلد، وكل واحد يمد لنا ليكسبيريونس تاعو. Il va y avoir un échange d'expériences et de nouvelles recommandations, توصيات الطبيه الحديثه باش نعالجوا الكونسير دو رين، سرطان الكلى. كيما حنا واش خصنا في الجزائر، عندنا المشكل تاع السرطان، يعني مشكل من ناحيه التشخيص ومن ناحيه لي نوفيل ثيرابيوتيك، يعني العلاجات الجديده اللي كاينه. عندنا الامراض المختصه في الحصى تاع الكلى، اللي هو مشكل اللي يقدر يلحق حتى القصور الكلوي. وعندنا ثاني مشكل شائع اللي راهو ياخذ يعني كي برو اون امبلور، اللي هو مشاكل الخصوبه. يعني حنايا درنا ان تيم برينسيبال جينيرالمون ديرو السرطان، انه هذاك هو المشكل يعني العاويس من ناحيه التشخيص، من ناحيه لا بريزون شارج، والمشاكل الاخرين باش نشوفوا شنو هما العلاجات الجدد وطرق التشخيص الجديده.